مشهد كنت عايزه اتكلم فيه بقالي شويه، وكل مره اجل 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 اجل، ولكن الحقيقه يعني بس عايزه اتوقف عنده كده. يعني هو ايه اللي بيحصل؟ يعني فكره التنافس ما بين الفنانين ده عادي، يعني طبيعي، حتى في التاريخ الفني كان في طول عمرنا بنسمع قصص وحكايات عن تنافس المطربين مع بعضهم وتنافس الممثلين مع بعضهم، ووصل في بعض الاوقات لمانشيتات جرايد زي الخلافات ما مثلا ما بين عبد الحليم حافظ وام كلثوم، فريد الاطرش ومحمد عبد الوهاب، الصراع الفني نبيل عبيد وناديه الجندي ومين نجمه الجماهير ومين نجمه مصر وغيرهم كتير، وكلام كتير جدا. لكن لما نرجع لهذه الخلافات هنلاقي ان الخلافات دي اساسها فني، غيره حميده من النجاح، منافسه فنيه، تنافس من غير تجريح، وكان الحكم دايما للجمهور. المشكله دلوقتي انه الخلافات دي بقت صراعات ومعارك شخصية أكتر منها فنية، ممكن يكون في ظلم لطرف من الأطراف، لكن يعني أخذ الحق حرفة. للأسف كتير من الفنانين دلوقتي ما عندهمش الحرفة دي، فبنلاقي الخلافات بتوصل للتجريح، للسخرية، ساعات بتوصل للمحاكم. من ضمن المشاهد اللي فيها معارك اللي شغالة اليومين دول، أشهد يعني عمرو دياب وعمرو مصطفى والملحن عمرو مصطفى. طبعا الاثنين كانوا اصدقاء، الاول كان عمرو دياب طبعا مطرب كبير، وعمرو مصطفى كان لسه ملحن صغير وقدر انه يتعرف عليه ويعمل له اغاني. لو شفنا تقريبا يمكن 5% من اغاني عمرو دياب، تقريبا يعني هقول 5% من اغانيه عملها عمرو مصطفى. يعني عمرو دياب عنده يعني اغاني كثيره جدا، جزء منها ناجح طبعا فعلا، بس هو لو عدناه مش هيزيد عنه انه يبقى 5%. وهم كانوا اصحاب، وبعد كده يتخانقوا ويتصالحوا، وبقى كل يوم حكايه جديده من حكايات الخلافات ما بينهم. والحقيقه عمرو دياب كعادته هو ساكت دايما، بيقولش اي حاجه، لكن عمرو مصطفى دائما في الفتره الاخيره يفجر الخلاف من يوم للتالي. وما هو مثلا كان اخر حاجه فيديو منزل فيه اغنيه، بيغني اغنيه جديده من الحانه، فواحد من المتابعين ليه من الفولورز كتب له الاغنيه دي بتنادي على الهضبه وهتبقى قنبله حلوه منك، فعمرو مصطفى قام ردد عليه قال له لا هضبه ولا زلطه، انا هغني والشباب الجديد بس، خلصت. قبلها كان عمرو مصطفى نزل بوست على صفحته الرسميه بيتكلم عن اغنيه قصاد عيني بتاعت عمرو دياب طبعا، اللي كانت عامله نجاح كبير جدا، اغنيه جميله بحبها جدا من السنين اللي فاتت. وقال للاسف في بعض الاعمال الفنيه زي مثلا اغنيه قصاد عيني اللي اشتغلنا عليها بجهد وابداع بتتعرض للظلم بسبب عدم نسب العمل لملحنه الحقيقي، الاغنيه اللي كل الناس بتحبها واللي سمعتوها على القنوات والمنصات وما زالت حتى هذه اللحظه ترند، هي من الحاني، لكن للاسف تم تجاهل اسمي بشكل متعمد. كمان اتهم عمرو مصطفى ناس تانية انها بتحاول انها تنسب الحان الاغنيه لنفسها، وقال في ناس بتصور نفسها في الاستوديو عشان ينسبوا لحن قصاد عيني وهو مش بتاعهم، وده مش مقبول، وان حقوق الملكيه الفكريه بتضمن لكل فنان حقه في الاعتراف بابداعه ومجهوده، واحنا مش هنسيب حقوقنا لاي حد يعبث بيها. انا مش هو بيقول يعني انا مش هذكر اسماء لان الافعال بتتكلم، حقوقي محفوظه وانا هتابع الخطوات القانونيه لحمايه كل مبدع والاعتراف بكل موهبه. بجد الدعم بتاعكم هو القوه اللي هنسترد بيها حقنا كامله، وقريبا هتنزل الاغنيه بصوتي. ده كلام عمرو مصطفى. الغريبه ان عمرو مصطفى نشر صوره فيها عدد مشاهدات اغنيه قصاد عيني لعمرو دياب على يوتيوب، وكتب عليها ملحوظه الاغنيه على قناه المؤدي. طبعا احنا فاهمين هو قصده مين على كلمة، يعني ما هو يصف او يكتب يقول المؤدي، احنا فاهمين هو قصده مين. من ناحية تانية كان في مؤتمر صحفي لمصطفى كامل نقيب الموسيقيين، كشف فيه عن وجود 1000 شخص ما لهمش علاقة لا بالموسيقى ولا بالغنى، بس موجودين في النقابة كأعضاء. وقال نقيب الموسيقيين إن الناس دي انضموا للنقابة، لأن من شروط الاعتراف بالنقابة وقتها إنهم يجمعوا عدد معين من الناس، عشان كده جابوهم، يعني من الآخر حطوهم لمجرد اكتمال العدد فقط. ده يعني مشهد كده سريع يعني من اللي بيحصل على الساحة الفنية.